وحول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. أهلا بك دكتور إلى نشرة الثالثة. إذا تحدثنا عن تغيير المناخ فهو بلا شك هاجس كبير، هاجس يمثل المجتمع الدولي، أيضا يقوم بالعديد من المبادرات، وخصوصا في اجتماع الجمعية العامة الأخير في الأمم المتحدة ناقش هذا الموضوع باستفاضة كبيرة. ولكن نحن في البحرين، ما هي الاستراتيجيات التي نتبعها والتي تنفذها أيضا أو ينفذه المجلس الأعلى للبيئة؟ هو طبيعة الموضوع ليس بس على عاتق المجلس الأعلى للبيئة وسياسة الحكومة ككل. اليوم الحكومة الموقرة برأسة سيدي سمو رئيس الوزراء ومتابعة من سمو نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وضعت برنامج عمل الحكومة، وربطت برنامج عمل الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسبعة من أهداف تحقيق التنمية المستدامة كانت حول البيئة. تغير المناخ جزء كبير منها. المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سيدي سمو الشيخ عبد الله وقع وصادق على الاتفاقية باريس لتغير المناخ. عندنا التزام تام بتنفيذ بنود الاتفاقية، وهي تخفيف كميات الغازات الدفيئة وكذلك التكيف مع ظواهر التغير المناخ. وهناك عديد من المشاريع اللي طلعت في تقريركم من ضمنهم زراعة المانغروف كنوع من أنواع التكيف مع ظواهر تغير المناخ. الخطاب السامي طبعا لسيدي صاحب الجلالة قد ركز كذلك على موضوع تغير المناخ وكيفية التكيف مع ظواهر تغير المناخ. وللأمانة هناك عديد من المبادرات بالتعاون بين سمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس المجلس وسمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حول كيفية إدخال الشباب للابتكار في موضوع التكيف مع ظاهرة تغير المناخ لإيجاد الحلول المناسبة لمملكة البحرين خصوصا لمعالجة ارتفاع درجات الحرارة. نعم، نرى العديد من المبادرات التي تصب في حماية البيئة بشكل عام وكذلك مسألة التغير المناخ. نود أن نعرف منك دكتور محمد كيف ساهم التعاون ما بينكم بين المجلس الأعلى كونكم المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجيات، تعاونكم مع بقية المؤسسات وفي الحكومة كذلك أيضا إذا كان هناك مبادرات إلى جانب القطاع الخاص، كيف أثمر هذا التعاون؟ المجلس الأعلى للبيئة يرأس اللجنة المشتركة لتغير المناخ. نعم. واللي فيها أعضاء من كافة مؤسسات الدولة. نعم. اليوم احنا ننظر لتطوير مصفاة البحرين كواحدة من المشاريع الصديقة للبيئة القادمة. اليوم الخط السادس لمشروع ألبا حسن كثير من جودة الهواء خصوصا بعد ما ألبا أغلقت الخط الأول والخط الثاني. مركز الطاقة المستدامة ومبادرات بخصوص أن حط أهداف لمملكة البحرين 2025 5% من الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة وهي الألواح الشمسية، أو 6% من المبادرات للمحافظة على الطاقة. هذه كلها تسهم إسهامات مباشرة في موضوع تغير المناخ وتخفيف الأعباء وكميات ثانية أكسيد الكربون اللي ينتج عنها القطاع الصناعي في مملكة البحرين. نعم دكتور محمد، أيضا من مبادراتكم والبرامج التي تقومونها لابد أن يكون هناك إطار تنظيمي، إطار قانوني. فإذا مسألة التعاون أيضا مع السلطة التشريعية، كيف أسفر هذا التعاون؟ طبعا كان بيننا وبين الإخوان في السلطة التشريعية تعاون دائما ودائم ومستمر. الآن احنا في المحك، وبحيث ان مجلس الأعلى للبيئة والحكومة الموقرة تقدمت بمشروع قانون البيئة الجديد ومشروع القانون البحري الجديد. فنتمنى نتعاون احنا مع الاخوان في لجنة المرافق البيئة ان يتم اعتماد وموافقة مجلس النواب والشورى قريبا عن هذا المشروع، واعتقد انه بيسد كافة الفراغات التشريعية اللي يحتاجها المجلس الأعلى للبيئة لتنفيذ إجراءاته في المحافظة على البيئة. نعم، شكرا لك سعادة الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. شكرا جزيلا. شكرا.